السلام عليكم ورحمة الله. الحذر لا يغني من القدر، والفرار من الموت لا يقرب أجلا ولا يباعده. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإن كان الأجل معلوم والرزق مقسوم فعلام الخوف، وإن كان واهب الحياة وكاتب الأجل هو الله فلماذا الخوف من القتال في سبيل الله؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المسلمون الكفار لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. نعم، الجهاد في سبيل الله هو طريق يسلكه المسلم ليصل إلى ما يرضي الله، ولا بد من صدق النية وإخلاص العمل لله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال جمهور المفسرين: الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله، وقيل الخطاب للذين أحيوا بعدما ماتوا. واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم، ومن علم أن الله سميع عليم اطمأن أنه يأوي إلى ركن عظيم. جزاكم الله خيرا. وقاتلوا في سبيل الله